بالأمس لما عرضنا للتصويت فيما يتعلق بقرار المشاركة كان بالإجماع ناقص صوت امتناع، وهذا أعضاء اللجنة المركزية وإجماع أعضاء لجنة الرقابة. أما فيما يخص تقديم مرشح الحزب، مرشح عن الحزب، فالتصويت كان بالإجماع، كان بالإجماع للجنة المركزية ولأعضاء لجنة الرقابة، وعليه أعرض على أعضاء اللجنة المركزية لترسيم هذه القرارات التصويت على اللائحة التي ناقشناها وعدلناها وطلعتم عليها والآن قريتها يعني أمام الملأ. المصوتون بنعم. شكرا. المصوتون بلا. الممتنعون. إذن تم التصويت على اللائحة بكل مضامينها بالإجماع. شكرا. شكرا. معناه إلى الأمام، إلى المعركة التي تنتظرنا، المعركة الجماعية.